أعلنت قبائل بني هلال بمحافظة شبوة جاهزيتها واستعدادها التام لحماية المحافظة من أي اعتداء من خارج المحافظة أو من داخلها جنبا إلى جنب مع كافة قبائل شبوة. هنا في شبوة حيث النفط والغاز تكاد القبيلة تشكل رقم صعب لا يمكن تجاهله، لا سيما في ظل تراخي دور الدولة، في ظل المعطيات الجديدة، وفي ظل تعقيدات المشهد السياسي اليمني الأكثر سخونة هذه الأيام. في شبوة كانت قبائل بني هلال مع موعد تاريخي بالنسبة لها، وهو بمثابة ميلاد جديد. خرجت هذه الحشود الهلالية المهيبة لعقد هذا الاجتماع الجامع للوقوف أمام الأحداث والتطورات والتحديات الجسام التي تمر بها البلاد بشكل عام والمحافظة شبوة بشكل خاص. اجتمعوا هذا الجمع الكبير وهذا الحشد الكبير يعبرون تعبيرا صارحا وواضحا للملأ بأنهم جاهزين بجاهزيتهم القتالية للحفاظ على هذه المحافظة، محافظة شبوة، من أي اعتداء من أي ميليشيات أو غيرها. فنحن على وهبة الاستعداد، سنحشد قوتنا هذه للدفاع على هذه المحافظة. قبائل بني هلال وبحسب البيان الصادر عن اللقاء القبلي أكدت رفضها القاطع للإعلان الدستوري وطالبت بالإفراج عن كافة المسؤولين الجنوبيين المحاصرين في صنعاء، غير أن الأهم من ذلك كان إعلان بني هلال جاهزيتها العسكرية والقتالية واستعدادها التام لحماية محافظة شبوة من أي اعتداء أو عدوان من أي ميليشيات أو جماعات من خارج المحافظة أو من داخلها جنبا إلى جنب مع قبائل محافظة شبوة الأخرى. وإحنا جاهزين لأي شيء، وإن شاء الله ربنا يستر على الجميع، ولا نبغى أي مشكلة تحصل في بلادنا من أي مصدر كان، تمام؟ وإحنا جاهزين لأي شيء إن شاء الله، وربنا يتمم بخير للجميع وعلينا محافظتنا كاملة. لم ينس الهلاليون في يومهم هذا ووقفتهم هذا الإشارة إلى عمق العلاقة التي تربطهم بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وأخواتها الخليجيات، داعين الجار الخليجي إلى تدارك الوضع في الجنوب خاصة واليمن عامة. بني هلال التي استعرضت بعضا من رصيدها العسكري ورفعت راياتها الخضراء تؤكد اليوم عودة أمجاد أبو زيد الهلالي إلى الواجهة ليس في شبوة فقط وإنما على الصعيد الوطني. رايات خضراء ويوم هلالي بامتياز. قبائل بني هلال تعلن اليوم وقوفها إلى جانب قبائل شبوة في الدفاع عن الأمن والاستقرار لمحافظة شبوة. كمال شنيتر، حضرة السعيدة، محافظة شبوة.